الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده جل في علاه على أن هدانا لهذا الدين العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى كما أمركم بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كمال أخلاقه، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كانت أخلاق نبينا ظاهرة من خلال معاملته للناس ومخالطته لهم، وقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأخلاق تمثل أساسا في حياة الإنسان وضرورة لحياة المجتمع، ولنتذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنقتدي به تحقيقا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد عني الإسلام عناية خاصة بالأخلاق، تمثلت بكثرة الآيات والأحاديث التي رفعت الأخلاق ومكانتها في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي. ثم اعلموا رحمكم الله أن العمل في ديننا الحنيف له مكانة عالية ومنزلة رفيعة، لما فيه من أهمية في بناء الأمم ورقي المجتمعات. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وهم صفوة الخلق أجمعين، عملوا في شتى المجالات والصناعات المختلفة. فقد رأى بعضهم الغنم، وبعضهم زاول التجارة والحدادة والخياطة والنجارة، وما كان من نبي إلا وله عمل يتكسب منه رزقه، ولم يكن ذلك ليعيبهم أو يقلل من شأنهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أو ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. أيها الناس، إن الوظيفة مسؤولية وأمانة لا يشغلها إلا من يستحقها، ولا يستحقها إلا من توافرت فيه شروط عملها وأدائها. فالله تعالى اصطفى طالوت على قومه بالعلم وبالقوة. قال سبحانه: إن الله، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أيها الأحبة في الله، إن الأمانة والقدرة على تحمل المسؤولية معيار فاصل لشغل الوظائف عند تزاحم المتقدمين، واختيار الناجح الكفء ليستطيع القيام بالعمل وإنجازه. وكما يعلم الجميع بأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يحقق الغاية المرجوة والهدف المنشود. قال تعالى:
إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح أصحابه رضي الله عنهم ألا يتولى الأعمال من كان ضعيفا لا يقدر عليها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، أي هل لا وكلت إلي عملا أقوم به؟ فقال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. أيها الكرام، الصدق صفة من صفات المسلمين، فالموظف يتحرى الصدق في قوله وعمله وأمام مسؤوليه وزملائه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما إنه صدوق في قوله فهو أمين في عمله، بعيد كل البعد عن التزوير والغش وفي معاملاته. وينبغي أن يجعل التواضع صفته مع زملائه في مكان عمله وخارجه. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. ودعت السنة المطهرة إلى عمل المعروف. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وعليك أيها الموظف المسلم تقديم المشورة والنصح لكل مراجع، والتعاون معهم، وتيسير معاملاتهم وإجراءاتهم وسرعة إنجازها. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه مسلم. ومطلوب منك أيها الموظف احتمال الأذى قدر المستطاع، والعفو والصفح الجميل عمن أخطأ وأساء إليك، فتعاملهم بأخلاقك الطيبة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي الحديث: من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أحمد. أيها الكرام، إن الوظيفة تشريف وتكليف، لذلك أمرنا الإسلام بالالتزام بضوابط الوظائف، ونهانا عن كل ما يخالف الأمانة في أدائها، لأن الوظيفة عقد بين رب العمل والموظف. وجب على كلا الطرفين احترام ذلك العقد والوفاء بالميثاق والالتزام به، والالتزام به وعدم الإخلال به أو بأحد بنوده. فالمسلمون على شروطهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، واعدل مع زملائك في العمل، وإياك والظلم أو التعاون على الإثم والعدوان، وإذا الآخرين. ففي الحديث فيما روي عن روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه. أيها المسلمون، إن علاقة الموظف بوظيفته علاقة يربطها حب أداء العمل وإتقانه، والسعي نحو التميز فيه من غير تقصير أو استهانة.
فالسعي لإتقان العمل مطلب وأمانة. حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه البيهقي. وعلى الموظف الرفق بإخوانه الموظفين والمراجعين، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالموظف المسلم مطالب بأن يكون موظفا مثاليا دائم التميز بين أقرانه فيما يوكل إليه من الأعمال، لعلمه بمراقبة الله تعالى له واطلاعه عليه من فوق سبع سماوات، فهو دائم الالتزام في عمله حضورا وانصرافا في ميعاده بلا تأخير أو أعذار واهية، فلا يبدد وقته فيما لا فائدة منه، ولا يتذمر مما يسند إليه، فتجده دائم السعي لخدمة المراجعين وتسهيل أمورهم وإنهاء معاملاتهم، محتسبا الأجر والثواب من الله تعالى، قائما بواجبه الوظيفي. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، رواه الطبراني وحسنه الألباني. والانضباط والالتزام في ساعات العمل واجب على المسلمين ومراعاة للحلال والحرام، فلا تأخذ ولا تستبيح شيئا من المال العام، وتجنب الرشوة والغش والتزوير والسرقة والوشاية بالزملاء، واستغلال موقع العمل لتحقيق المصالح الخاصة، واتخاذ العبادة ذريعة لتعطيل مصالح الناس في مقر العمل، بل قم بعبادتك وأدي حق الناس. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعلى الموظف عدم الاستجابة لمن يريد تعطيل مصالح المراجعين وإثارة الفوضى وإرباك الأمر وإعطاء صورة سيئة عن المجتمع المسلم الذي يكد ويعمل ويرضى ويقنع بما قسم الله له ويجتهد حتى تتحقق قيمته في الحياة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ومن السلبيات التي يقترفها بعض الموظفين الخيانة في العمل، وعدم الوفاء في أداء الأمانة، وإهدار المال العام في أبشع صوره، وسوء استخدام الصلاحيات. ففي الحديث: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، رواه أبو داود وصححه الألباني. ويترتب على ذلك خلل في المؤسسات الرسمية وإداراتها، وبذلك تضيع الأمانة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان، لا إيمان من لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، رواه أحمد وصححه الألباني. وليعلم كل موظف أن العمل عبادة وقربة لله تعالى إذا قصد به وجه الله ونوى نفع عباده. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها في سبيل فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، رواه الطبراني وصححه الألباني. اللهم صلي، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم وفق أمير البلاد وولي
ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما صالحة في رضاك، وارفع بهما راية الحق والدين، وارزقهما البطانة من الصالحين والمصلحين، وانفع بهما البلاد والعباد بما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وآمنا في دورنا وديارنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا بخير رددته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.